قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله إن الله اصطفى آدم ونوحا والله سميع عليم. إذ قالت امرأة لك
فلها ربها بقبول حسن. بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا.
بأن ما يكون
الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية. Oh.
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك الغيب
Thank you.
ربي أنى يكون لي ولقد